ولمناقشة تأثير الوثائق المسربة والسرية من وزارة الدفاع الأمريكية على أمنها القومي وعلاقاتها الخارجية مع حلفائها وأصدقائها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. مرحبا بك معنا دكتور وليد. أهلا بكم، مساء الخير. مساء الخير دكتور. بداية، كيف تقيمون ما ورد حتى الآن في موضوع التسريبات الوثائق السرية الخاصة بالبنتاغون؟ يعني أنا من منظوري هذا رأس جبل الجليد. يعني نحن نعيش اليوم حالة من التحول العميق في النظام الدولي نفسه، واليوم الصراع محتدم بين القوى الدولية والوسائل متعددة ومتنوعة، وأنا أضع يعني ما حصل في هذا السياق. هلا الآن يعني التحليل المجهري يعني يتطلب منا الحقيقة وضع كل الفرضيات والاحتمالات أمامنا. يعني إن افترضنا بأنه الإدارة الأمريكية نفسها هي من سربت هذا يعني هذه المعلومات، فنستطيع القول بأنه هذا يضعف يعني مناعته، يضعف مناعته أمام الرأي العام، وبالتالي يعني هذا ليس من مصلحتها. أما إذا افترضنا بأن هناك تسريبا من قبل طبعا قوى معادية، ما هيك نستطيع القول بأنها يعني نقطة ليست لصالح الإدارة الأمريكية في ظل هذا الصراع المحتدم بين القوى الدولية، أنا أقصد طبعا بين واشنطن وموسكو في اللحظة الحالية. نعم كما تفضل دكتور. يعني النقطة الثانية من حديثك، واشنطن حتى بدأت تشكك أن تكون لروسيا دور، أن يكون لها دور في تسريب وثائق البنتاغون. هل ممكن أن يحصل هذا النوع من الاختراق لأقوى جهاز مخابرات في العالم في 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 في, في ضوء اتهامات سابقة لروسيا مثلا بالتدخل في الانتخابات وغيرها من المواقف التي حصلت؟ بالضبط طبعا هذا الاحتمال وارد جدا، هذا الاحتمال طبعا وارد جدا. يعني نحن عندما القوى الحقيقة بين روسيا وواشنطن يعني تكافؤ الفرص وموازين القوى هي ليست لصالح موسكو، ولذلك موسكو يعني قد تكون تسعى من أجل تحقيق نوع من التوازن من خلال شن حرب، هذه حرب دعائية، هذه حرب نفسية، هذه حرب يعني تسيء إلى الصورة، إلى هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تداعياتها الحقيقة ليست بقليلة على صورة أمريكا في العالم في ظل هذا الصراع المحتدم. نعم هذا وارد. يعني منذ ريتشارد نيكسون مرورا بإدوارد سنودن وصولا إلى التسريبات الأخيرة، يعني طبعا هذا ليس بجديد على مستوى طبعا الإدارة الأمريكية، وطبعا ليس بجديد يعني كمؤشر على طبعا هذه المناعة النسبية وليست المطلقة للأجهزة الدفاعية والأمنية الأمريكية، خاصة أننا نعيش في عالم مفتوح دكتور، ومن الصعب السيطرة عليه من خلال طبعا هذه التكنولوجيا. لكن الأمن القومي الأمريكي المتحدث باسم المجلس جون كيربي قال أو شكك في صحة الوثائق وبمطابقتها مع الأصل، هل يفيد هذا التشكيك الأمريكي الذي تصدره الإدارة الأمريكية الآن؟ يعني نحن إذا الحقيقة أزمة، يعني عندنا الإيران جيت، وكان عندنا الواتر جيت، واليوم أو سنودن جيت، واليوم نيو جيت، يعني نحن إذا حالة لا نستطيع الحقيقة معالجتها علميا، لأنه كل الاحتمالات واردة، وبالتالي هي تخرج عن المنطق العلمي. يعني هي أقرب إلى الحقيقة يعني حدث مؤامراتي أكثر مما هو حدث، يعني نستطيع، لانه كل الاحتمالات واردة. يعني عندما تشير الوثائق بانه مصر يعني تغازل سرا موسكو وتريد دعمها حربيا وعسكريا في صراع ضد اوكرانيا، يعني هذا الخبر يخدم مين؟ طبعا هذا لا يخدم مصر، ولكن يخدم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه التحولات الإقليمية الشرق أوسطية في لحظة يعني تخسر الحقيقة يعني حلفاء الواحد تلو الآخر، يعني قد يكون هذا تنبيه
المراد منه أننا نعلمكم ماذا تفعلون، ونحن بالمرصاد، وبدليل أن يعني الغواصات الأمريكية النووية والحشد العسكري الاستراتيجي النووي في الشرق الأوسط يعني اليوم بلغ الذروة، ولذلك أنا أضعه أيضا في هذا السياق الحقيقة. أي آثار سيتركها ذلك أو تتركها التسريبات دكتور على الأمن القومي الأمريكي في جميع أنحاء العالم؟ كما قلت طبعا القوة الأمريكية بالمطلق الحقيقة هي قوة اليوم متراجعة، يعني هي تفقد من وهجة الاقتصادي، تفقد من وهجة المالي، تفقد من وهجة الثقافي في ظل اليوم طبعا المحور محور بكين موسكو، ومحور طبعا الضيف إلى ذلك البريكس وكل هذه وشانغهاي وإلى آخره، وفي ظل كل التحولات الإقليمية الحقيقة طبعا هي تفقد، وهذا هذه ما يحصل، يعني يمكن القول بانه هو يحصل في هذا السياق ويضعف الحقيقه من هذه التعملق الامريكي، وهذه الحقيقه الغطرسه الامريكيه كمان، لانه وانا لا اوفر القوى الاخرى، ولكن طالما نتكلم عن امريكا يعني هي يعني استفاضت ويعني في غطرستها كثيرا يعني على باقي الدول، على سائر الدول، ويعني احدى الاكلاف المترتبه على هذه الغطرسه هي هذه الاخفاقات الحقيقه والتداعيات التي نحن نراها على هذا المستوى وغيره من المستويات. وغيرها من المستويات، خاصة مع الحلفاء، يعني علاقات واشنطن بحلفائها وما جاء في التسريبات دكتور يكشف أن أمريكا متورطة في شؤون داخلية لحلفائها وأصدقائها حتى، وهذا يعني بأن العلاقات ربما لن تبقى على حالها. طبعا نحن اليوم في حالة من عدم اليقين السياسي، من عدم اليقين الاستراتيجي، عدم اليقين الجيوبوليتيكي، نحن نعيش حالة من عدم اليقين، غموض كبير جدا جدا، ولكن سوف يتمخض عن هذا الغموض أنا أعتقد أنه حالة جديدة، نظام سياسي جديد، يعني نظام دولي جديد عفوا، نرجو أن يكون لصالح شعوب العالم وليس لصالح شعب دون آخر، لأنه الحقيقة يعني أو أنا لا أدافع عن القوى الأخرى لأنه هذا موضوع آخر، ولكن عن أمريكا يعني احتكارا للثروة واحتكارا للسلطة واحتكارا للقرار واحتكارا للسياسة الدولية وانغماسة طبعا من هيك بغطرسة بشؤون الدول الأخرى، ونحن لا نزال يعني نعاني من هذه الفوضى الخلاقة اللي هي كانت يعني إحدى كبار صانعيها الحقيقة في المنطقة، والتي أزالت نظم ودمرت بلاد وكذا، يعني في مكان ما هذا العالم بحاجة إلى نظام جديد، يعني تكون فيه أمريكا وغيرها من الدول، ولكن على قاعدة احترام القانون الدولي الحقيقة وحقوق الشعوب، طبعا بالعدالة الاجتماعية وبكل المفاهيم والقيم التي طبعا نؤمن بها. نعم، أشكرك جزيلا دكتور وليد الأيوبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية.